بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الثاني عشر من مادة الدراسات الإسلامية للصف الثاني الابتدائي، تطبيق الصلاة عمليا. هذا آخر درس في مادة الدراسات الإسلامية للصف الثاني الابتدائي قسم الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لم نره ولكن رآه الصحابة، ثم رآه التابعين بعد الصحابة، ثم رأى التابعين، يعني كل واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رآه من بعده يقلده، ثم رآه من بعده يقلده، إلى أن جاءتنا الصلاة فرأينا من رأى من قبلنا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقتدي دائما بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يسعى دائما للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله وأحواله. هذا الاقتداء وصلنا بالتناقل، واحد رأى النبي اللي هو الصحابي، ثم رآه التابعي الذي رأى الصحابي، ثم رأى التابعي 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 الذي رأى من رأى الصحابي، حتى وصلت إلينا الصلاة. مراحل تطبيق الصلاة: يصطحب المعلم طلابه إلى مصلى المدرسة لتطبيق صفة الصلاة كاملة على النحو التالي. أول شيء، صفة تكبيرة الإحرام لابد أن تكون اليدان مرفوعتان بحذو الأذنان أو الكتفين، والنظر محل السجود كما نرى في السورة الأولى. صفة الركوع والرفع منه: يركع ويقول، يكون الركوع ظهره مستويا كما تعلمنا، ويضع يديه على ركبتيه، وكوعه يكون بعيدا عن بطنه، وينظر محل السجود. طبعا في تكبيرة الإحرام بعد ما يكبر بيقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم يقرأ القرآن، أما في الركوع يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. صفة السجود على الأعضاء 7: الرجلين كما نرى من الخلف، ثم الركبتين، ثم اليدين، ثم الأنف والجبهة، 7 أعضاء. ويقول سبحان ربي الأعلى. كوعه لا يهمس ركبتي، الكوع لا يهمس الركبتين، وأيضا الكوع لا يهمس البطن. والرجلين الأصابع تكون ناحية القبلة، وأصابع اليدين مضمومة ومتجهة للقبلة. أنفك وجبهتك على الأرض. صفة الجلسة بين السجدتين كما نرى، ينظر محل السجود ويضع يديه على ركبتيه ويفترش رجله وينصب رجله اليمنى، رجله اليسرى يفترشها وينصب رجله اليمنى، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. صفة القيام من الركعة الأولى، يرفع هكذا ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. صفة الجلوس للتشهد الأول، يجلس هكذا، ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى، وعند ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يشير بالسبابة، وهو يقرأ التشهد الأول الذي قلناه في الدرس قبل السابق، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا والعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا التشهد الأول والتشهد الأخير، ثم يستعيذ بالله، قرأ ما يستعاذ به قبل التسليم، وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله، ثم اليسار السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله منكم صلاتكم وجعلكم من المحافظين على الصلاة، وجعل الصلاة تشفع لنا يوم القيامة. في الختام، نحرص على الصلاة لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام.
أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الله عز وجل يسأل يقول إن المحافظين على الصلاة هم أول من يدخل الجنة، المحافظون على صلاتهم في الفردوس الأعلى من الجنة. أما الذين يدخلون النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، لم نك من المصلين. لكن الذين يحافظون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أيضا الذين هم على صلاتهم يحافظون، أيضا الذين هم على صلاتهم دائمون. محافظ دائم خاشع، هذا سبب لدخول الجنة. أما سبب دخول النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. أيضا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي بيلعب ويسيب صلاته. نحافظ على الصلاة حتى تكون سببا لنجاتنا في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.